أعلن وكيل سيارات إماراتي متخصص في شحن وتصدير السيارات إلى مختلف دول العالم عرض جديد للجزائريين بتصدير سيارة سوزوكي إسبريسيو ترقيم 2022 مع دفع جميع الحقوق الضريبية والجمركية. وينتمي طراز سوزوكي إسبريسيو لفئة السيارات كروس أوفر صغيرة الحجم مزودة بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي يولد قوة 67 حصان وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن متر متصل بناقل حركة خماسي السرعات. أما سعر هذه السيارة يقدر ب 249 مليون سنتيم شاملة كل الرسوم مع إمكانية توصيل السيارة لبيت الزبون. وأكد هذا الوكيل أن السيارة تتوفر على ضمان لثلاثة سنوات. وكما العادة خاوتي اللي بيتأكد من السعر ستجدون المصدر في صندوق الوصف. سلام.